الو، اهلا يا ايه، ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ وازاي الحمد حضرتك الشيخ؟ لله، اهلا الحمد وسهلا. لله. الحمد لله. لو سمحتي، اتفضل. كان عندي سؤال دلوقتي. مامتي عندها ارض، يعني كانت واخداها ورث من مامتها، فهي دلوقتي اختي بتتجوز، فمامتي حابه تبيع الارض دي علشان تجوز بيها اختي. ماشي. فاختها متضايقه من الموضوع ده، مش عايزه تبيع الارض شويه. تقول اصل هي مامتي كانت بتقول موصيه الارض ما حدش ياخدها غير اخواتي، واخواتها دلوقتي مش متاح معاهم فلوس ان هم يشتروا بيها الارض. هي حتى مامتي عرضت على اخواتها ان حد فيهم يشتريها، قالوا لها لا، دي ارضك براحتك، بيعيها زي ما انت عايزه، احنا مش معانا فلوس دلوقتي، فبيعيها لاي حد تاني. تمام. فدلوقتي خالته زعلانه من ماما عشان ماما عايزه تبيع الارض، فهل حقها انها تزعل؟ مامتي مش عايزه يبقى في قطيعه ويزعلوا من بعض، فهل حقها اصلا انها تزعل؟ مش هي ليها حتة الأرض بتاعتها تحتفظ بيها براحتها لوحدها، وحتة ايوه الأرض بتاعت مامتك اللي تخصها لوحدها هي عايزة تسيلها لفلوس عشان تعرف تجهز بنتها، صح كده؟ طيب، فهي زعلانة. لا، طب وإيه الحل عندها في رأيها؟ تقول لها خدي مثلا اشتري الاجهزه بالقسط، ومامتي مش عايزه تشتري بالقسط، وبتشوف لها، بتقول لها خلاص استني كمان سنتين على ما اخواتك تكون معاهم فلوس، وبيجي بيعيها بعد سنتين. ودلوقتي اختي هم يعني تتجوز بعد 7 شهور، فمش متاح معانا فلوس دلوقتي غير الارض. ماشي، شكرا يا آية. هي فضلتش، لا تلتفت لما تقوله الأخت خالص، ولا لها علاقة بالموضوع. هي إذا كانت الأخت بتتكلم في مسألة إن هي مش عايزة تبيع الأرض، تخلي أختها تبيع الأرض على أساس إن هي تحافظ عليها والقيمة المالية واللي واللي والكلام ده كله، وتستطيع هي إن هي تساعدها بجزء من المال في جواز بنتها، يبقى جزاها الله خير مشكورة، ونستناها سنتين وخمسة وعشرة براحتها لما تجي لها فلوس وتشتري الأرض بسعر اليوم اللي هي حاباه، يبقى خلاص بس متشكرة. طالما هتقدم لها المساعدة، طالما هتقدم إنما مساعدة، مفيش مساعدة إنما أنا مقدمة. يعني ما خنقش واحد أقول له اتكلم. يعني أنا مثلا دلوقتي أقول له أخويا ما تبيعش الأرض اللي جنبي، أنا اللي هاخدها، بس أنا مش معايا فلوس دلوقتي، هاخدها بعد سنتين. أخويا هيجوز ابنه أو بنته بعد كمان شهرين. طب هو هيستنى؟ يعني انا اعطل جوازه ليه واعطل الدنيا كلها ليه؟ عشان ايه؟ هذا ليس من حقي، فهذا ليس من حق اختها اللي هي خاله البنت اللي بتتكلم، ليس من حقها الكلام ده خالص. انما هنا ليه؟ لان الام، لان من حكم في مالي ما ناس ظلم. عجيبه، تحكمات غريبه فضلت الشيخ. هي دي مالها، وهي حره فيه، تتصرف فيه كيفما تشاء، تبيع لمين، تجيب لفين. انما هو الجار اولى بالشفعه، ده صح طبعا، كلام مظبوط. بس طب الجار ما معهوش، لا، او ما عندوش واخواتها القدره. الرجاله قالوا لها لا بيعيها، اخواتها الرجاله قالوا لها اتصرفي ايوه، فيها لا وبيعي، احنا ما ما معناش، عندهاش، ما مش عندهمش عايزينها، فلوس، ما فيش كاش. ما فاحنا دلوقتي عندناش، فانت تصرفي وبيعيها. بالظبط، ففي الحاله دي تبيع وملاش دعوه، واختها تزعل منها شويه وهترجع تصالحها بعد كده. هل ليها حق انها ما تزعل لهاش منها؟ حق الزعل. وهل في الزعل، في حاله الزعل من واحده في تصرف في مالها الخاص، لو زعلت منها هل تقسم؟ لا، ما هي ما تقسمش. هي الاخت اللي بتزعل اللي هل بتزعل تقسم؟ تقسم طبعا، لان فيما ليس لها فيه حق. ايوه، ربنا بيقول يا الذين امنوا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، بالباطل. فده اكل اموال بالباطل. انت هتعطليها ليه؟ ايوه انا عارف ان قيمه الارض فيها، بس انت هتعطليها ليه؟ والبنت هتتجوز، وجواز البنت وسطرتها افضل بكتير من الارض. هتعمل لهم ايه؟ يعني فالفكره كل واحد بيفكر على حسب المنطق. لكن انا لو انا شايف ان اخويا مثال، او انا شايف ان اختي هتبيع الارض وهتخسر فيها عشان عايز اتجوز بنتها او بتاعها، لا يا اختي خلاص ما فيش مشكله، انا هسلفك فلوس اساعدك في هذه فيها الحاله فقط، في هذه الحاله. اقول طب خلاص يا بنتي، انت يا اختي خلاص انا معيش، مش هشتري الارض، او انا ما عنديش قدره اشتري الارض الا بعد سنتين او ثلاثه. انت عايزه تجهزي بنتك كم؟ جهاز بنتك 50,000 جنيه، يساوي كم متر في الارض؟ 50 متر. طب خد ال 50,000 امك وضيفي ال 50 متر، ولما تكمل بقيه فلوس يبقى انا اديك. اذا انت مش محتاجه تبيع بقيه الارض. ما هو مش هو اللي بيبيع، ما هو بيبيع طبعا يعني مزنوق عايز ومضطر مزنوق فمضطر، فهتبيع، ممكن تبيع اكتر مما هي عايزه. يعني تبيع مثلا، عايزه هي نص تبيع نص ايراد، لكن هتضطر تبيع ايراد وهي محتاجه، وهكذا. مثال مثل هذا. فعشان كده انا بقول في الحاله دي ماشي، لكن انت مش تساعديها. وبعدين ده هو حتى من غير ما نبيع اراضي ولا يكون عندنا حاجه، انا المفروض لما يكون اخويا هيجوز بنته ولا اختي هتجوز بنتها، وانا عندي المقدره او حتى ما عنديش المقدره، اساهم ولو بكلمه خير، يعني بكلمه معروف، يعني اساعد واقول طيب وربنا يوفق وبتاع، ولو كان عندي قدره كنت ساعدت حتى بالكلام ده. ده ربنا بيقول في القران قول معروف ومغفره خير من صدقه. يعني ده يعني انسان يقول كلمه الخير في المواقف اللي زي دي. نعم.